أو بالظبط كده إحنا. أنا لما سمعت الشيخ محمود دلوقتي حسيت بأن أنا مع حضرة النبي ومع جمال حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان الإمام السيوطي هو بيستدل على مسألة مشروعية واستحباب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، أتى باستدلال لطيف كده جميل قوي عشان نعرف إحنا إيه النعمة وإيه الفضل اللي إحنا فيه. استدل فقال إحنا بنحتفل بنجاة سيدنا موسى بصيام يوم عاشوراء، وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أولى بموسى منهم، وكأن نحن نحتفل بالنجاة، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا بأن حياة الأنبياء عندما تنقذ من الضياع من الهلاك فهي تستحق ماذا؟ تستحق أن نحتفل وتستحق أن نشكر الله سبحانه وتعالى. فما بالكم بحياة خير البرية؟ ألا تستحق منا أن نحتفل وأن نجعل من هذا اليوم بابا من أبواب الحياة لنا جميعا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ميلاده ميلاد لكل من له قلب يعرف خير العباد. هذا الميلاد هو ميلاد لكل شيء جميل، لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم جامع الجمال وجامع الكمال صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه خير مخلوق خلقه الله على هذه الأرض وفي هذه الحياة. إن حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي التي تعرف الإنسانية بمعنى الحياة. سنكمل حياتنا مع حضرة النبي بجمال حضرة النبي. والسلام عليك يا رسول الله، نبقى معك.